عندما عند رجوعي إلى مصر في الفترة الأخيرة، الأخوان المسلمين في رأيي هم جزء من المجتمع المصري، جزء، هم أكبر معارضة 20% في البرلمان. يعني عملية في رأيي مضحكة إن أقول أن ربع أو خمس البرلمان هم جزء من جماعة محظورة. يعني لابد عشان نتقدم ننظر إلى الواقع كما هو. الأخوان المسلمين يقولوا أن دولة دينية. أمس كان معي هنا الدكتور سعد الكتتني، وهو رئيس الهيئة البرلمانية في للجماعة المحظور كما يطلق عليهم، وذكر لي صراحة أن موقف الأخوان هو العمل في إطار ديمقراطي، في إطار دولة مدنية، في إطار دولة مدنية وليس دولة دينية، وفي ولتحقيق العدالة. وانا دايما بقول معانا قوة عظمى في ايد المصريين لبناء مشروع النهضة هي الدين، لان انت هتبني نهضة مادية محتاجة اساس اخلاقي ودوافع روحية وقيم حاكمة لمشروع النهضة. انت الارض اللي هبطت فيها ديانات السماء الثلاث، ناخذ العدل اللي هو صلب الشريعة الاسلامية، المحبة اللي هي قلب الدين المسيحي، وبالعدل والمحبة احنا نقدر نعمل إطار قيمي رائع كأساس لأي بنية مادية. ليكن صريح معاك يا شيخ حازم، وحضرتك يعني رجل يعني واسع الصدر وممكن تبقى فاهم المشهد السياسي بشكل بانورامي، يعني ما فيش شك ان في مخاوف عند التيارات اللي هي غير الاسلاميه، غير الاسلاميه تعال نقول، او مش اي ما كان، اصل مش مقصود بيها ان هم مش اسلاميين. لا اصل حتى التسميات النهارده بقى فيها اختلاف في التفسير، يعني مثلا هناك من يتصور انك لما تقول ده علماني يعني كانك بتكفره، او واحد مثلا غير اسلامي يعني معناه ان هو ضد الاسلام، بينما المساله فيها متهيألي عمق اكتر من كده. فتعال نقول ان التيارات غير اسلاميه زي ما حضرتك تفضلت، انه في مخاوف على ان التيار الاسلامي السياسي يخلي دستور مصر، بلاش اقول لك دستور اسلامي، تعال نقول ان هو له صبغه لا تاخذ بعين الاعتبار شرائح المجتمع المصري كافه. جميل جدا. عارف حضرتك انا في القسمه دي، في القسمه دي اقف مع مين؟ اقف مع اللي انت بتقوله ده، مش مع الاسلاميين. اقول ان اللي خايفين من هذا مخاوفهم مشروعه ولازم اطمنهم. اطمنهم ازاي؟ انا هقول لحضرتك المصيبه جت منين، وغالبا هتجد ان الكلام منطقي جدا. المصيبه جت من ان الجماعه ربنا يكرمهم، الناس كلهم محترمين وعلى مستوى من ارقى ما يكون، واساتذتنا بتوع الجمعيه التاسيسيه بيناقشوا لفظ مش معنى، بيناقشوا تعبير. يقول لك الشريعه الاسلاميه ولا مبادئ الشريعه الاسلاميه ولا احكام الشريعه الاسلاميه. انت بتناقشني في لفظ، عمري ما ناقش انا الاسم، انا ناقش المحتوى. ازاي اقول لك تعالى ايها الليبرالي، وتعالى ايها العلماني، وتعالى ايها الاسلامي، احنا كلنا يعني ايه؟ يقول لك انا خايف يا اخي تجيب لي الشريعه الاسلاميه بتاعت بقى التشدد وبتاعت الاراء الغريبه وبتاعت، انا عايز الكلام اللي احنا كده كمصريين مؤمنين بيه ومقتنعين بيه وكلنا عارفينه، الاسلام اللي احنا عارفينه ده. اقول له كويس، لو حاجه خالفت الاسلام اللي احنا عارفينه ده انت تقبلها؟ يقول لك لا انا زي زيك ما اقبلهاش. اقول له بس المعنى ده اتفقنا عليه، اتفضل ورقه صيغ انت ايها العلماني الكلام ده. قول ايه بقى مثلا؟ قول القدر الموجب.